السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلاب الرابع الإعدادي، أهلا وسهلا بكم في حل تمرينات الفعل الماضي، تمرينات اللغة العربية. راح نبدأ وياكم إن شاء الله بحل تمرينات من قواعد اللغة العربية، يعني في سلسلة متكاملة. إحنا اليوم راح نحل تمارين اللغة العربية اللي هي قواعد اللغة العربية للصف الرابع الإعدادي، رابع الإعدادي، صفحة 19 وصفحة 20، صفحة 19 وصفحة 20، التمرينات الموجودة في الكتاب الجزء الأول اللي خاصة بالفعل الماضي. عندنا التمرين الأول يقول: اعمل بالتعاون مع زملائك ومدرسك خريطة مفاهيم تبين فيها علامات بناء الفعل الماضي. احنا عندنا يبنى الفعل الماضي على الفتح شوكت إذا لم يتصل به شيء، إذا اتصلت به تاء التأنيث الساكنة أو ألف الاثنين، هذا يبنى عن يمن على الفتح. يبنى عندنا عن يمن على السكون إذا اتصلت به ضمائر الرفع المتحركة. شنو ضمائر الرفع المتحركة؟ وهي تاء الفاعل وناء المتكلمين ونون النسوة. يبنى على الضم إذا اتصلت به واو الجماعة. هذا بالنسبة للفعل، الحالات البناء اللي الفعل الماضي دائما هو فعل ماضي مبني حال حال الفعل الأمر، فهذه شروط أنه يجب أنه الحركات اللي يبنى عليها الفتح والسكون والضم. نجي على التمرين الثاني، يقول: أقرأ النص القرآن الكريم من سورة الكهف ثم أجب عن الأسئلة التالية الآتية: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. هذه الآية الكريمة من سورة الكهف، راح نجاوب الأسئلة اللي عليها. يقول: استخرج الأفعال الماضية من الآيات الكريمة، الآيات الكريمات، استخرج الأفعال الماضية من الآيات الكريمات. أنا عندي هواي أفعال، يعني حسبت، كانوا، أوى، فقالوا، آتنا، هيئ، ضربنا، بعثناهم، أحصى، لبثوا، آمنوا، ربطنا، قاموا، فقالوا، قلنا، هذه كلها أفعال ماضية، فعل الماضي يدل على حدث في الماضي. زين؟ ثانياً يقول: هل تجد اختلافاً في حركة بناء الأفعال التي استخرجتها؟ بين السبب. احنا نعم اكو الحركات هنا اللي نستخرجها، هل تجد اختلافا التي استخرجها؟ طبعا اكو مبني على السكون، اكو مبني على الفتح، اكو مبني على الضم، مثل فقالوا، قالوا هنا مبني على الضم، قاموا مبني على الضم، حسبت هنا حسبت، هنا تاء الفاعل يعني تاء المخاطب الفاعل، فهنا حسبت مبني على السكون، وايضا لبثوا امنوا مبني على الضم، مبني على الضم. نجي على الثالثه، يقول: بين الموقع الاعرابي للضمير نان المتكلمين فيما كتب باللون الاحمر. هو شنو الضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل؟ ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل. يقول: هل توجد في النص الكريم فعلا الماضي المؤكدين؟ احنا قلنا اذا اجت قد يكون تفيد حرف تحقيق يفيد التوكيد، لقد قلنا، اكو بالآية الكريمة يقول لقد قلنا اذا شطط، هذه فلقد هنا قد هي حرف تحقيق وصارت تفيد التوكيد. نجي على التمرين الثالث، يقول: ادخل تاء الفاعل مرة وتاء التأنيث الساكنة مرة أخرى على الأفعال التالية مبينا ما يحدث في الفعل الماضي معها ثم أدخلها في جمل مفيدة مضبوطة بالشكل وأعرف فاعلها. نهضت، نقول نهضت، نهض، نهضت، نهضت، هاي تاء التأنيث الساكنة، وشوفوا انتو ايش صار انه من خليتها تاء هذا نهضت نهضت انبنت على السكون، بينما من خليتها على تاء التأنيث الساكنة انبنى على الفتح، اقصد الفعل الماضي.
وأقول نهضت من السرير، هنا التاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل يعني. أجي هنا أنا مثلا يقول رمى، رميت، رمت، شوف التغيير اللي صار، واستمع، استمعت، استمعت، وانتهز، انتهزت، انتهزت، وأقدر أقول استمعت إلى خطبة الجمعة، انتهزت المتهمة الفرصة كي تهرب، رمت اللاعبة الكرة، أو أي جملة تجيبها متناسقة. نجي على التمرين الرابع، يقول اقرأ الجمل التالية ثم أجب عن الأسئلة التي بعدها. حرر العراقيون أرضهم ببسالة، والعراقيون حرروا أرضهم ببسالة. يقول ما نوع فاعل الفعل حرر في الجملتين، وكيف أثر في عمل أول الفاعل الأول؟ فاعل يعني عاد العراقيون، هو جمع مذكر سالم، فاعل مرفوع علامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. بينما حرروا، هنا حرر فعل ماضي مبني على الضم، ليش؟ الواو هنا، الواو هي الفاعل، الواو هي الفاعل. احنا قايل لكم من يتصل بالواو، الواو اللي هي الخاصة بالجماعة، يكون الواو هنا مبني على الضم. زين، فراح يصير الجملة الأولى الفاعل جمع مذكر سالم، والجملة الثانية الفاعل هو الواو، علامة البناء الأولى الفتح، أما الثانية علامة البناء الضم. حرر فعل ماضي مبني على الفتح، والعراقيون فاعل مرفوع علامة رفع الواو لأنه جمع مذكر سالم. بينما حرر فعل ماضي مبني على الفعل الفتح، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. نجي على فرع باء، يقول أو الفرع جيم، خطأ بالطباعة، يقول تأثرت الحضارات الأخرى بحضارة العراق. تأثرت، شوف، حضارة العالم بحضارة العراق، اثنين تاء التأنيث الساكنة. بس احنا قايلين لكم انه تاء التأنيث الساكنة احيانا تكسر، مثل الجملة الأولى تأثرت، هذه باعوا كسرت التاء التأنيث الساكنة. ليش؟ لأن التقاء الساكنين، لأن هنا الألف ساكنة، بالتقاء الساكنين تكسر التاء، بس هي تبقى تاء التأنيث الساكنة. زين؟ إذا التقى الساكنين تكسر. سبب الاختلاف في الجملة الأولى حركت بالكسر لالتقاء الساكنين. يقول بعد وراه ثم أعرض الحضارات الأخرى وحضارات العالم. الحضارات الأخرى شوية هاي فيها الفكرة. الحضارات تأثرت الحضارات، إذن الحضارات هي فاعل منتهي من عندنا، فاعل مرفوع علامة رفع الضمة ظاهر على آخر. الأخرى، شوفوا الأخرى هي بدل الحضارات، يعني إذا أشيل الحضارات أقول تأثرت الأخرى بحضارات العراق تصير، هذا يسموه بدل جزء من كل، فإذا الأخرى هي بدل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. بالنسبة للثانية تأثرت حضارات العالم، شوفوا حضارات هنا نكرة، نكرة وجا وراها معرفة، فراح يصير حضارات فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، والعالم مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسر الظاهرة في آخره. هذا بالنسبة لهذا التمرين. هذا أعزائي كل ما موجود في الفعل الماضي. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس، وإذا عندك سؤال بما يخص الفعل الماضي تقدر تكتب لي بالتعليقات، إن شاء الله إذا أطلع عليه أقدر أجاوبك عليه وأرد الجواب. هذا كل ما موجود في الفعل الماضي. فعل الماضي لا تنسون يبنى على الفتح إذا لم يتصل به شيء، تاء التأنيث الساكنة، ألف الاثنين، مثل قاما، قعدا، درسا، كتبا، ويبنى على السكون إذا اتصلت به ضمائر الرفع المتحرك وهي تاء الفاعل مثل كتبت، قرأت، أو أكو تاء المخاطبة مثل كتبت للمخاطبة، أيضا هاي تعتبر تاء الفاعل، أو كتبت هذه أيضا تعتبر تاء الفاعل. بينما أقول كتبنا، هاي هنا ناء المتكلمين، أو كتبنا نون النسوة، أو قرأنا، مشينا، ذهبنا، يبنى على الضم إذا اتصل بواو الجماعة مثل ذهبوا، قرأوا، كتبوا، درسوا، قاتلوا. زين أعزائي الطلبة، هذا كل ما موجود في درس اللغة العربية تمارينات الفعل الماضي للصف الرابع الإعدادي. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس، وشكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.